دابا الارتيست مالوريزمون سي لو ماناجير دو لوي ميم. هنا وكاين واحد القضيه اخرى عندنا هنا في المغرب اللي ما كايناش في دول اخرى، هو انك ملي ما كتمشي انت بيدك شي دابا لوتوريزاسيون للمسائل القانونيه واش غادي تصيفط، الا ما وقفتيش عليها بيدك وما شتيش الموظف انت والله ما تاخذها، ولا ما شتيش العامل انت والله لا خديتيها. اي سي سا لو مالور، ان ما بقاش دابا تقدر تصيفط ماناجير ديالك هو اللي يتكلف بك ولا لا. التلفزيون الا مش وقفتي بيدك والله لا دزتي والله لا خدمتي. يعني جاب السيد نصري زعما ماشي يهضر معنا حنايا، زعما شنو حنا زعما يصيفطنا الماناجير ويهضر معنا حنا؟ كاين هاد القضيه. السيد نصري شحال راسو كاع راك عقلو لي منيمات، انا وخويا ومراتو راه كان غابادي. انا دبرت عليه واحد النهار كان دايز لقيتو فيه الجوع، عطيتو ديك النهار ياكل كاع. هضر معاك انا ديما مالو ما عايش في التليفون زعما. اهلا سي اهلا مرحبا 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 كنفوت عليك انا كنحماق. شوف اللي بغيتي ديال لوتوريزاسيون عطيه كل شيء، اجي انت عطيه اللي بغى. علاش كانت تقول لي عطيه وما عطيه؟ واحد الوزير مؤخرا تلقيت انا وياك. شكون هو؟ واحد الوزير. شكون هو؟ وزير دخلت من بعد نقول لك شكون هو. تلاقيت انا وياه ويقول لي كنا في واحد الحفل وداك الشيء وهذا. سي نصري لاباس عليك كلشي بخير لاباس شويه؟ قلت له تبارك الله عليك واسميتو. قلت له الله يخليك راه محتاجين لواحد العيبه من عندكم وهذا وهذا، ندخل بك في ديتاي منين غادي نكمل الحفله نقول لك شنو اللي عاد يحبسوا لي الحفل. ويقول لي قال لي بيان سور سير عري اجي شوف لي الله يرضي عليك سي نصري داكشي اللي بغا ديروا له وانا موافق هذه كينا. خرجوا من تماك صباح الخير خوك زعيم. ديما في اجتماع اللي زوينه شتو ما شتك شو واحد القضيه اللي زوينه ديما دابا المسؤولين تيقولوا حنا في اجتماع. واحد النهار جيت ذكرت واحد الحفل ديال دوك هما اللي الشطابه اللي كانوا كيشطبوا بكري الزناقي. داروا لهم واحد الحفل بسبيل الله وشرينا لهم شي زريبيات وداك الشيء، بغينا نفرحوا بهم هادو الناس فنانه وتجمعنا وداك الشيء. وجاو دوك المسؤولين ديال المدينه كلهم اللي كيديروا من دخلوا من الاخرين تعطلوا بعدا ومن الاخرين جاو دوك الناس دوك الشياب ودوك الشيء اللي كانوا كيشطبوا مع الاول مساكن جاو شي ساعتين قبل كيتسناو في ديك الزربيه ما سوقهم لا في تكريم لا والو. جاو معطلين وبداو كيتباوزوا العمده ديال المدينه كيتسالموا. وانا نقول لهم انا يلاه خديت الميكرو. قلت لهم اش بغيتي نفهم؟ ياك كتشوفوا بعضياتكم يوميا ياك ديما في اجتماع ما كيشوفوش بعضياتهم، ومني كتعيطوا احنا في اجتماع سا سا شعلة مشكل عندنا اللي وعري هذيك والله العظيم الا حرام فيهم الخلصه بالله. سي سي لا نوي شنو مع السي ديما علاش كيدير دابا كيقول لك ولاو كيتلاقى معاك عيطنا شي كيعيط على شي واحد ذاك الاخر تو مقلاع ممثل كثار منا حنايا تيقول لي نعم سيدي نعم الله يودي سي نصري الله يودي ديالنا كتشوف سي مومو كاين مشكل شنو بغيت سي مومو ميكرو ديال الدب غدا ان شاء الله دوز عندي غتخرج وسير عيط المعلم كتعيط كيقول لك لا يوجد اي مشتركين للخطوه اللي تطلبونها راه باقي مشغولين دابا في اجتماع في اجتماع يخرج في اجتماع سمع ما كيسالي واش مساكن فين لا كتعيط له تقول لي غادي تجي اي راك جاي ولكن عرفتي والله القسم ما كرهت فين انا غادي للكويت اش كيمشي يدير الكويت ما عندو معاهم حتى علاقه بعدا بغيت نفهم انا اش مشي يدير في الكويت. اقسم بالله الا قربت حتى الطريق وتعيطي انا نقول لك بناء من المدام عيطت عليا قالت لي لا يا خويا اش كيدير ولا ولي زوينه راه كتعيط له كتقول لهم بغيت رونديفو مع فلان. واسمع هذه دابا لي هادو المسؤولين خدامين مع الدوله مازال اللي كيكون في البريفي هذاك راه ساهل لان عندهم مصلحته تيعرف واش عندنا بيع وشراء وداك. اما اللي كيكون مع الدوله تتعيط ليه اما كيكون وزير ولا تيكون رئيس ديال شي قسم ولا هذا كتعيط له في التليفون كتطلب رونديفو ما كاينش الكاتبه بعدا معلمه مدربها مزيان كتعيط لك كتقول لك الله والله هو كيعيط لك وصاني السي النصيري وانا باقي حتى ما عرفتك ما عرفتك علاش كتقول لك راه وصاني عليكم وراه حنا ان شاء الله ما يكون على الخير وهذا وراه قال لك ولكن راه الله يعطيك الخير غدا ان شاء الله غادي عيط عاود كتعيط الغد بعد الغد كتبدا تعيط شويه داك التليفون كيبدا كيصوني ما كيجاوب حتى واحد كيعطوك بعدا شي نمره الاول وكيوصلوا ستاندار يعني واحد الوقيته ومني كيتلاقى معاك في شي حفله كيعمقك بيدو بجوج لان شنو تيخاف تفضحوا ما حنا ما كنحشموش. انا واحد خينا واحد المره قلت له قلت له ما بقاش تسلم عليا لانك كتكذب عليا وحق الله العظيم ولعت ما نعطيك نقول لك السميه هذا ماشي سعيد نصري فنان هذا سعيد نصري حيزون حيزون مات نعطيك السميه للاسف شديد سعيد لا من بعد يقول لك لا باسكو حيت واقيلا حق الرد لا ماشي حق الرد لا حق الرد ما كاينش مشكل غير شوف غير حيزون على حساب مرحبا والله عندي ميدال اليوم وبلادي يا صاحبي لا بكره
شوف سي حيزو سلام لي هذا الصباح على 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 اللي كيدير اتصالات المغرب ولا على 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 العاب الخير والله يعاونوا لك عليه بالخير فوالا لا بلاتي نقول لك شنو وقع لي معاه لا ما انا باش خويا يعرف بغيتو تعرفوا حنا بغيناش نعرف قول له بغيت انا نعرف انا نعرفوا حنا بغيناش نعرفوا هنا حنا باش معنا بغينا نقولوا زميلو لا سعيد لا كنت دور معنا ولا لا لا ماشي واو ما كاين لا وي لا والو عطيت سميت الوزير واو لا بلاش لا بلاش بلاش حيت بعد قالوا لا حيت قال علاش قال وحنا غنيتنا مزيان حنا غير ورا حنا تنتفلاو راك ضحكين